ما بيد تسألوا كلكم لازم اسحب شرعيتكم واعينوا نعرف كذبتكم لازم اسحب شرعيتكم الساحة منا وما ننطيها لازم اسحب شرعيتكم يا شرعية تسولف بيها لازم اسحب شرعيتكم معتصمين ولا ما نرجع لازم اسحب شرعيتكم صاروا وياكم صاروا مربع لازم اسحب شرعيتكم يا حزاب الطرقة اللي ما تشبع لازم لسان حال الخريجين صار سنين ونفس الحالة نازل اسحب شرعيتكم نتخرج وندق عماله نازل اسحب شرعيتكم يا الكلكم شلت نشالة نازل اسحب شرعيتكم يا دمام جمايل قصتكم نازل اسحب شرعيتكم ما بيها تذناعوا كلكم نازل اسحب شرعيتكم واعين ونعرف كذبتكم نازل اسحب شرعيتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا اليوم نتحدث عن الجمعة التي شهدها العراق اليوم والأعداد التي توافدت إلى ساحات التظاهر في كافة المحافظات، وكذلك نتحدث عن آخر التطورات في ثورة تشرين وما الذي يقدم عليه المتظاهرون وما الذي تقدم عليه كذلك أحزاب السلطة. في البداية طبعا توافدت أعداد كبيرة إذن إلى ساحات التظاهر في مختلف المحافظات العراقية، دعونا نشاهد هذا المقطع. جاهز معنا المقطع. طبعا هناك إثباتات ودلائل كثيرة في ثورة تشرين على اللحمة الوطنية بكافة الأطياف وكافة المكونات والأعراق والأديان. لدينا أيضا الطائفة اليزيدية في العراق أيضا ساندت ودعمت من خلال قدومها إلى ساحة التحرير تلبية للدعوات لمليونية في ساحات التظاهر، فلنشاهد. طبعا هذه كلها رسائل توجه إلى هذه السلطة الحاكمة وإلى من يحاول أن يشعل فتيل أزمة، وربما من يحاول أن يعيد العراق إلى المربع الطائفي من جديد. هذه رسائل متتالية من العراقيين باختلاف انتماءاتهم إلى هذه السلطة الحاكمة، إلى الأذرع التي تحركها إيران أو الولايات المتحدة، أن العراقيون أو أن العراقيين الآن في الداخل متحدون ومتضامنون فيما بينهم، وبالتالي هي أقوى رسالة يمكن أن توصل من خلال ثورة تشرين للسلطة الحاكمة. تأتي بعدها رسالة قوية جدا ومهمة، وهي إسقاط ورحيل هذا النظام بكافة أحزابه واختلاف توجهاتهم. طبعا المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة رفضوا تولي وزير الاتصالات الأسبق محمد علي توفيق أو محمد توفيق علاوي عفوا منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة. هذا الشخص قدم أكثر من 40 نائب في البرلمان مقترح لرئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية تحديدا لتكليفه كرئيس الوزراء، لكن الشعب يرد بسرعة دائما ويرفض هذه الشخصيات التي تخرج من أحزاب السلطة باختلاف هذا الحزب عن الآخر. لكن في النهاية كل شخص يخرج
من هذه الطبقة السياسية يخرج من حزب يرشح من أي شخصية موجودة داخل هذه الحكومة هو مرفوض جملة وتفصيلا لدى الشارع العراقي، مهما حاولوا الآن شخصيات متعددة لكنها ترفض، وهناك ضغط تتبعه إيران وتتبعه ميليشيات إيران من أجل أو تحديدا هادي العامري من أجل تنصيب قصي سهيل رئيس للوزراء، طبعا ممثل عن قائمة الفتح. أبو مصطفى من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد تحية لك للكادر، حياك الله الشريفة اللي جهدت من بداية الاحتلال. حياك اليوم الله. اليوم العراقيين صحوا والحمد لله على هاي الصحوة. نعم. وأولاد المنحف الجنوب إن شاء الله بعد ما يتركون هذه الثورة. حتى يتحقق المطالب، هي إزالة هاي البراثم الجراثيم الموجودة بالخضراء بكل أشكالهم، سنتهم وشيعتهم وغرادهم وعربهم، لأن هم أصلا جو ويا المحتل. نعم. هم أيضا محتلين، مو بس الأمريكي والمجوسي والصهيوني. أيضا ذول هم محتلون احتلال أقبح وأنقص من احتلال الأمريكي والمجوسي. نعم. يعني ذاك عدو ظاهري، لكن هذا يسري بدمانه. اللي شلون يقول خدروا الشعب اليوم طيلة 15 سنة. والشعب كان منها بك. كان فتن اللي يعملوها يعملوها مو بس المجوس واليهود. لا. هم اللي كانوا يعملون بألسنة اليهود والمجوس. واليوم بس الشعب ما يحس اليوم حس الشعب. فأنا مستحيل نقبل بأي واحد من هؤلاء اللي أتوا. كلهم الولا ذيول 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 الغرب والمجوس. احنا شنو اللي شفناه عبر 15 16 سنه؟ كلهم دمار وقتل وكشف. الان العراق يزهون دماء بسبب هؤلاء الجراثيم التي قتلوا الاستعمار. قالوا الحكومه السابقه وزير الاعلام اللي يزهون البعثيه والمجوس كلها هذه ترهب الشعب، والشعب بعد ما يقبل بها. إن كان الجنوب يقبل بكلام كلام من المجوسي ينكشف. نعم. أبو مصطفى أنا أشكرك، كنت معنا من الموصل. طبعا لدينا مشاهدينا الكرام رسائل ترد الآن. رسالة من فاتن من ألمانيا تقول: مساء الخير بالرافدين صوت الشعب العراقي، أخي كل جمعة المرجعية تقول إحنا مع السلميين، أشو ماكو صارت النتيجة إذا المرجعية تعطي فتوى نهائية لا الحكومة وإيران تقتل المتظاهرين، الله يرحم الشهداء. شكرا يا فاتن. رسالة تقول من عليل سبتي حميدي يقول: تحية طيبة لقناة رافدين قاهرة الفاسدين، سمعنا اليوم خبر تهديد سليماني لمقتدى، هذه خطة جديدة من سليماني لإنهاء الثورة بحجة تهديد مقتدى، كيف يقتله وهو عميله المميز وذراعه الأيمن في العراق، اللهم صر الثورة. تحياتي أخوكم الثائر عليل سبتي. شكرا يا عليل. رسالة تقول: تحية حب واحترام لكم أيها الأبطال الرافدين، رسالتي إلى الثوار استمروا باعتصامكم واصبروا وصابروا، الله ناصركم وهو معينكم أيها الأبطال، الكل ضدكم حتى المرجعية التي تدعي دعمكم. تحياتي أخوكم سالم فرج شنيار من ذي قار. شكرا يا سالم. رسالة تقول السيدة أم فهد من أربيل: تحية حب واحترام لكم، أنتم صوت الشعب، الله ينصر الثوار منصورين والرحمة لشهداء العراق، ويبقى العراق شجاعا. طيب رسالة تقول: السلام عليكم، اليوم بعض الذين غيبت عقولهم أصيبوا بارتباك عندما أعلنت أغلب الفضائيات أن سليماني هدد علنا مقتدى الصدر وبرهم صالح والبرلمان بالقتل إن لم ينفذوا، وسيصابون بنكسة أكبر عندما تتوضح الحقائق. دكتور ماهر الحمداني. من معنا الآن؟ سيد سعد من السعودية، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والله هذا يهدد ما يهدد، هو أصلا بنفسه دمه مهدور، هذه واحدة. الثانية يا أحباب الله، بصراحة يعني معصب بهذا سليماني، وسامحوني شوية لو كنت معصب، لكن تحية لك يا أخونا، وتحية لهذه القناة المباركة، وتحية للشعب العراقي المبارك. نعم. أنا أقول هذا الحين الشعوب
وهذول اللي تحكمهم الحين مصالح وعندهم لعبة سياسية يمشون عليها. نبغى من أخواننا المتظاهرين، هذا اقتراح يعني، إذا كان يؤخذ به ما يؤخذ به، إن شاء الله نبغى بس إن شاء الله نفتك من هالطغمة الفاسدة. نعم. إنه الأخوة القائمين على هذه المتظاهرات وهذا والقائمين على الشعب الحين والسلطة في يد الشعب، إنهم يصدرون بيان، هذا البيان يكون فيه إنه ما بعد إسقاط العصابة هذه. نعم. لأنه الحين هذول أمريكا تحكمهم المصالح، ترى إحنا بنحافظ على مصالحكم وحتبقى إن شاء الله بيننا، وأهم شيء أن السلطة تكون في أيدي أمينة. نعم. لأنه لازم إنه هذول مستحيل يعني، والله لو يباد الشعب كله على بكرة أبي إنه ما يهمهم. نعم. ما يهمهم إلا الدينار والدولار. فعشان كذا نبغى إنه يكون يصدر بيان ما بعد إسقاط هذه العصابة إن شاء الله، وهذا اقتراح اللي يمكن إن شاء الله هذول ما ينزل لازم تشتريهم. نعم. هم إيران اشترتهم أمريكا بهذا، قالت لهم لكم ما فوق الأرض ولنا ما تحت الأرض، لكم ما تحت الأرض ولنا ما فوق الأرض، وهذا اللي حصل الحقيقة. نعم. عشان كذا نبغى نشتري أمريكا وهذه منهم، وإن شاء الله التوفيق للشعب العراقي، وإن يدينا معاكم وقلوبا والدماء أنا معاكم كمان. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لك سيد سعد، كنت معنا من المملكة العربية السعودية، لهذا الشعور الطيب وهذه الرسالة التي بالطبع سيسمعها العراقيون، وكما قلت حضرتك يا ما يأخذون بهذه النصيحة أو لا يقتنعون بها بحسب الآن، لأنه وصلنا إلى مرحلة هناك قناعة ووعي تام في الشارع من قبل الشباب، من قبل القائمين على هذه المظاهرات، من قبل اللجنة التنسيقية، من قبل المتظاهرين الثوار الشباب، أصبحت لديهم قناعة، فبالطبع سينظرون إلى الكلام المفيد بنظرة جادة وسيأخذون به، والكلام الذي لا يناسبهم بالطبع لن يعيروا له أي اهتمام. طبعا ليس الكلام طبعا موجه لحضرتك، لكن بالمجمل نحن نتكلم عن قضية عامة الآن، حتى الشخصيات التي ترشح الآن، هذه المحاولات الحكومية المستمرة للالتفاف على الثورة لتخدير الثوار لم تعد تنطلي على أحد، وبالتالي هي رسالة واضحة أيضا أن المجتمع الآن وصل إلى قناعة ووصل إلى وعي كبير جدا في فهم الأمور وفهم الأشياء الآن الدائرة حوله، وبالتالي هي أيضا نقطة إيجابية جدا أخرجتها ثورة تشرين القائمة الآن. لدينا رسالة من السيد مبروك من الإمارات، يقول: تحية لك أخي محمد، الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا منذ بداية تشرين لغاية الآن، لحين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق حرا أبيا لا مكان فيه لأذناب إيران. شكرا يا سيد مبروك. علي من الناصرية، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا برنامجكم، احنا جاي نتابع التلفزيون برنامج. برنامج صوتكم، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي احنا جاي أنا من الناصرية، ناس مدني. نعم. علي، أولا نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون بس. بالنسبة للتظاهرات اليوم إن شاء الله سمعنا خطبة المرجعية، وإن شاء الله كانت خطبة المرجعية واضحة وواضحة للسياسيين الفاسدين للحكومة الفاسدة هاي. شنو اللي افتهمته من خطبة المرجعية يا علي؟ افتهمت أن خطبة المرجعية اليوم دعت الطغمة الفاسدة إلى الرحيل. شلون؟ عن الحكم وتسليم الحكم للشعب. شلون دعت هاي الدعوة؟ هي طالبت بإجراء انتخابات مبكرة. طبعا هي الانتخابات اللي راح توقع هذول الفاشلين، اذا كانت انتخابات نزيهة والمفوضية نزيهة اي راح تكون الغلبة للشعب. طيب سيد علي، احنا نسأل واللي بالشارع يسألون، صار لها شقد المرجعية ساكتة واحنا بدنا نتذبح؟ هذا صوت المتظاهرين وسؤالهم. اكثر من شهرين الشباب بالشوارع يقتلون، مجازر ترتكب، الآن تخرج المرجعية تطالب بانتخابات مبكرة؟ طيب وهذا كان مطلب الشعب من أول يوم، ليش ما سمعت وليش الآن يلا تحركت وطلعت بهالخطبة؟ هي واقفة
الشعب من اول يوم، بس المزعيه كانت تنتظر ان ذولا ينصاعون الى امر الشارع والى امر الجماهير. شلون شلون ما فهمت؟ تنتظر هذه الطغمه الفاشله والحكام الفاسدين اي يعني ان ينصاعون الى امر الشعب والجماهير والى دماء الشهداء اللي وقعت، خاصه بأن بالناصيه وقعت مئات الشهداء والجرحى. وليش سكتت عليهم؟ وليش سكتت كل هالفترة؟ شهرين ونص تباوع الناس تتذبح، حسي يلا طلعت تقول اجراء انتخابات مبكرة؟ لا المرجعية ما سكتت اخوي. وين هسه الان؟ الان الخطبة هذه اول خطبة، هذه اول خطبة تدعو بها المرجعية الى اجراء انتخابات مبكرة. هاي اول خطبة من شقد؟ احنا اليوم شقد 20/12 اليوم، والمظاهرات طالعة من 1/10. اليوم المرجعيه اكدت ان هي واقفه ويا الشعب ويا الجماهير، واقفه ويا الشارع العراقي، واقفه ويا على دماء الشهداء. طيب انا عندي سؤال يا سيد علي، هل معقول انه دوله نسمي نفسها دوله تنتظر كلمه مرجعيه دينيه حتى تتحرك؟ يعني عبد المهدي ما كان حيستقيل، ما كان حيستقيل لولا خطبه المرجعيه، وهذا هو اعترف به. يعني هل معقول احنا عندنا النظام السياسي بالعراق يصير وراء معمم؟ هل معقول؟ النظام السياسي عندنا بالعراق نظام فاشل. طيب. ونقدر نقول عندنا أكثر من دكتاتوري. أوكي. أي ما نقول لك إحنا نظام عندنا فاشل ونقدر نقول أكثر من دكتاتوري، وثانياً النظام عندنا مو نظام، إحنا عندنا إحنا عصابات قتلة. نعم. عصابات قتلة تقتل الناس، تقتلها بالأسلحة الكاتمة. وبالقناصين المشبوهين اللي هم اصلا من ايران. طيب ماشي علي، انا اشكرك يا علي، وضحت لنا فكرتك، شكرا لك. معنا السيد ابو زاهر من السويد، تفضل يا ابو زاهر. استاذ محمد حياك الله ابو زاهر. تسلم حبيب قلبي. يوني بالنسبه لحكومتنا حكومه فاز، يعني هي ما طلعت تاخذ مرجعيه. المرجعية وين كانت أول ما بدت؟ قبل 13 سنة أو 16 سنة، وين كانت المرجعية؟ هسه المرجعية يلا أوامر أو ترت أوامر، وشنو من حكومة هي اللي تاخذ؟ نعم أبو زهر، يعني أنا سألت السيد علي من الناصرية، طبعا الرجل يعني مشكور هو طبعا لتواصله وإدلاء بوجهة نظره بكل شكل محترم، لكن نحن نسأل نقول ليش سكتوا، أقصد المرجعية سكتت وراء أكثر من شهرين والشباب دي يذبحون ويقتلون بالشوارع ومجازر ترتكب؟ يعني وين كانوا؟ ليش ما سمعوا الناس من أول يوم اللي طلعت قالت الشعب يريد إسقاط النظام ويريد إجراء انتخابات مبكرة بشكل نزيه بتدخل أممي، إشراف أممي أقصد، على هذه الانتخابات وتخرج هذه الأحزاب؟ ليش اليوم يلا المرجعية قالت بخطبتها أنه تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة؟ إحنا هذا اللي نسأل، إحنا هذا اللي نريد نعرفه. المرجعية وين قبل ما يتقتلون الشباب؟ نعم. قبل ما يتقتل الشعب؟ نعم. قبل ما تصير هاي هالدماء وين كانت المرجعية؟ نعم. إن شاء الله بدورك لا مرجعية غير مرجعية. بس الشعب قال كلمته من الأول يا أبو زاهر، قال إحنا مرجعية نفسنا. يعني المتظاهر اللي طلع والمتظاهرين بشكل عام في ساحات التحرير أو في ساحات التظاهر قالوا ماكو مرجعية، إحنا مرجعية نفسنا. ليش الآن الموضوع يوقف على خطبة مرجعية تحدد مصير بلد؟ يعني هل معقول احنا عايشين بهيك دولة تطلع خطبة من مرجع ديني يحدد بها مصير بلد او يحدد بها مصير نظام سياسي؟ هل معقول؟ هاي مو حكومة استاذنا العزيز، هاي مو حكومة، هاي مهزلة، هذا استعباد، هذا استعمار. هذولي مو حكومة، هذولي أداة مسيئة بيد طوقات ضد العراقي وضد العراق. نعم سيد أبو زهر، أنا أشكرك، كنت معنا من السويد، شكرا للمشاركة. معنا من الآن؟ سيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله قناة الرافدين وحي الله مشاهديها. اهلا وسهلا. والرحمة على شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا بعون الله تعالى. نعم. اخ عزيز محمد، بالنسبه اليوم تظاهراتنا كانت تظاهرات مليونيه. نعم. توافدت من كافه الطوائف وكافه المحافظات. حتى الطوائف اليزيديه اللي جو ايضا شاركونا في ساحه التحرير. نعم. فكانت اهداف هاي المظاهرين كلهم لحد الان متواصلين بانه لا اصلاح في هاي الحكومه، بل الاسقاط كلهم راي واحد، يعني مو انه يريدون شخص من هذول الاحزاب اللي موجودين والاسامي اللي قاعد يرشوها ساحه التحرير وكافه ساحات الاعتصامات هم راضيهم. نعم. لازم ان سقوط هذه الاحزاب اللي من 2003 لحد الان اللي حكمت بالبلد وشافت الويلات اللي شاف بها الشعب العراقي اللي ما شافها قبل من هذه الماساه اللي قاعد يعيشها. نعم. فراي الشعب والمظاهرين في ساحه التحرير راضين قطع نهائيا هذه الاحزاب مشاركتهم بالعمليه السياسيه اللي قاعدين ينتخبون بها هم سلطات الاحزاب منهم قيادات في ميليشيات كحزب الدعوة والفتح وباقي الأحزاب. نعم. اللي هم قاعدين نفسهم قاعدين يرشحون من أعضاهم، فهذول مرفوضين يعني قطع تام من أبناء الشعب العراقي، فليه حاولون يجيبون أي شخص من عندهم؟ لأنه هذا الشخص الأشخاص اللي موجودين ما يمثلون الشعب، ولا الشعب بيظاهر. طيب. من أجل هذول. سيد أبو عمر، تيار الحكمة شو يقول بمسؤولين يقولون اي نظام انتخابي حيتم وضعه حيتتكيف ويا الاحزاب الموجوده، حتعرف تتعامل ويا، ليش؟ لان عندها سلطه وعندها فلوس. تيار الحكمه وصف الوضع بهاي الطريقه، انه اي نظام انتخابي حيجي للعراق حتعرف تتعامل ويا هاي الشخصيات الاحزاب، لانه عندهم فلوس تقدرون يشترون يعني ناس واصوات، وعندهم سلطه، والسلطه مو بس قوه سياسيه، قوه حتى ميليشياويه. طيب انتم بالنسبه لكم كمتظاهرين شلون تشوفون هذا الكلام؟ انه شلون اي نظام حتجيبوه انتم كشعب، اي نظام انتخاب تحطوه احنا حنعرف نتعامل وياه. شنو ردكم على هذا الكلام؟ احنا بالنسبه راي تيار الحكمه او باقي التيارات او باقي المنظمات، هاي احنا الكلام اللي يقولون يعني محترماتي للسامعين يعني هواء في شبك، يعني اللي يقولون ما يقولون هذول هم القيادين واحزاب السلطه. نعم. الشعب مرفوض اي كلام يعني باصواتهم اللي قاعدين هذول، من كيفهم احتراماتي يعني لكل الناس اللي قاعد يسمعون، ما يعني كلامه ما مسموع، يعني طب انه يطلع منا على قوه المثل لهن العراقيين. نعم. فاحنا راضيهم رفض تام، يعني احنا اكو ناس يعني عندنا ذات كفاءات عليا وذات يعني شخصيات يعني معروفه. نعم. يعني في ساحات التظاهر موجودين ناس كفاءه ان يديرون هذا البلد بدون لا تابعين الحزب ولا تابعين الى دول مجاوره، بعض الدول اللي هي دمرت العراق. نعم. فاحنا اليوم نريد نختار شخص من ارض من ارض من ارض العراق، يعني معروفين اكو ناس يعني ذات كفاءات عليا، دكاتره مهندسين هواي ناس يعني ما يقدرون يقودون هذا الشعب، لانه عندهم فكره الشعب العراقي شنو يريده وشنو ان يستجد باوضاعه الجديده، وشنو اللي كان فات في ذاك الزمن لازم أن يكون يتحضر في حاضرة وفي ماضية. نعم. قادرين على فهم مفهومية الشعب في هذا الجانب، لأنه عندهم الروح الوطنية مما يشجع للشعب العراقي للحاكم الذي سوف يأتي يحكم العراق، فهو أن يكون يبيض وجه للشعب العراقي، مو هذول. نعم. اللي موجودين هذول عندهم في داخلهم شيء لكن ينتمي لحزبه وينتمي الجهات اللي موجودة اللي في أحكام السلطة، فهذول مرفوضين رفض تام، يعني ما يرد الوجوه اللي حكمت العراق من 2003 لحد الآن ما يريدهم. نعم. يعني نهائيا رافضهم، والشعب العراقي إذا خلوا أي شخص من عندهم فتبقى تظاهراتنا متواصلة وما نتراجع للبيوت. طيب. لأنه هذه التظاهرات أطت شهداء وأطت جرحى، لا يمكن التراجع عنها بهذه السهولة. نعم. نعم. أبو عمر من بغداد، أنا أشكرك للمشاركة وشكرا لإبداء هذا الرأي وكذلك إيصال هذه الرسالة المهمة والواضحة جدا، أن هذا الشعب لا يريد هذه الأحزاب باختلاف شكلها
باختلاف تسميتها وصفها، باختلاف الممثلين عنها أو المرشحين عنها، في النهاية هي مرفوضة رفضا قاطعا من هذا الشعب. وحديث حتى تيار الحكمة كما قال السيد أبو عمر برده على هذا الكلام أنه حتى هذه الألاعيب هي مكشوفة ومعروفة للجميع، وحتى إن حاولوا لن ينجحوا أن يتسلقوا على نظام سياسي جديد يضعه المتظاهرون، يضعه العراقيون بشكل عام في البلد. نقرأ بعض الرسائل. لدينا رسالة من دكتور عبد الستار الهيتي يقول: السلام عليكم، في البداية أشيد بموقف المتظاهرين أبطال ثورة تشرين، وأود أن أنبههم إلى أمرين. الأول، يجب أن يعلموا أن المرجعية متواطئة مع الفاسدين، وأنها بخطبها الأسبوعية تعتمد على عامل الوقت في استخدام عمليات التخدير والكلام الفضفاض الذي لا يدين الفاسدين، وأنما يمسك العصا من الوسط كسبا للوقت، باعتبار أن المرجعية ليست سوى مكتب من مكاتب قاسم سليماني، فهي إيرانية حتى النخاع. الثاني، أن مصطلح الطرف الثالث الذي تستخدمه الحكومة العميلة لإيران إنما هو غطاء خبيث للتغطية على إجرام الميليشيات والعصابات الإيرانية التابعة للحرس الثوري، وعليهم أن يعلنوا بصراحة أن المندسين إنما هم ميليشيات الأحزاب التابعة لقاسم سليماني، أن متظاهري ثورة تشرين إنما يجابهون دولة محتلة وعصابات عميلة ومرجعية خائنة وعميلة وبائسة تابعة لإيران وللحرس الثوري. هذه رسالة من الدكتور عبد الستار الهيتي. لدينا رسالة أخرى، طبعا رسالة من أحد المشاركين: كذا 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 قاسم سليماني، عيب عليهم، ما عندهم شرف، إحنا شنو عبيد عندهم؟ لا قاسم كذا يتحكم بيهم. تحياتي لكم حيدر الجلاوي. طيب، يقول أحد المشاركين: أخي الكريم، المرجعية عندما علمت بفشلها بدأت بمراجعة نفسها، لأن مصالحها انتهت وهيبتها أصبحت فراغ، لا أحد يعير لها أي اهتمام. لكن أقول إن الشعب ليس غافل ولا تنطلي عليه مثل هذه الأمور. أخوكم عمار العقابي. رسالة تقول: العراق إيش كان تدري إيش كان، يعني رسالة عموما يقول: اللهم أرجع العراق كما كان جبلا شامخا جاثما على صدر من يريد به شر. التميمي من المحمرة، شكرا لك. رسالة لدينا تقول: والله ما عندي أي مصداقية من جهة المرجعية، المرجعية إيرانية، واني وإذا صرحت بخبر هاي لعبة قذرة من إيران. تحية إلى الثوار، أقولهم لا تسمعون إلى أي مرجع ديني. نوار من هولندا. طيب مشاهدينا، دعونا نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا الآن السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، حياك الله، تفضل أخي محمد. يعني الأمور لما يعني تكاتف كل الناس طلعت، هذا دليل على وعي الناس. نعم. يعني وما حصل لهم، هي ضروري تتحد الشعب هذا، يتحد على الطغمة الفاسدة اللي جابتها أمريكا وإيران. نعم. طبعا يعني لازم واحد يأخذ حذره بالشغلات. يعني يطبون مندسين، الحكومة ضد الشعب. نعم. ولازم يتوحدون، الأمريكان ضد الشعب، إيران ضد الشعب. هي لازم يصير اتحاد بالشعب، لازم يصير موجود اتحاد موجود، وياخذون حقوقهم. فان شاء الله يعني هاي ان شاء الله بادرة خير، نقول شعب وعى على هاي الطغمة الفاسدة اللي حكمت العراق. نعم. رايك بالكلام الان اللي طلع واللي تدعو من خلاله مرجعية النجف الى اجراء انتخابات مبكرة؟ يعني الانتخابات المبكرة هل هو اقتراح يقدم الى احزاب السلطة حتى يكملون بعملية انتخابية ربما صورية تضحك على الناس؟ يعني هاي الرسالة اللي طلعتها المرجعية هم مبهمة،
لما تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة يعني ترحل هاي الأحزاب خلاص وتبدأ انتخابات جديدة يختار الشعب الناس، ليش محددت؟ ليش الموضوع يرمى بشكل عشوائي يعني ندعو إلى إجراء انتخابات مبكرة؟ طيب والناس كانت تقول هذا الكلام من أكثر من شهرين وما حد سمع، ليش اليوم طلعوا بهاي الخطبة وبهاي الدعوة والكلام موجه لمن؟ موجه للمتظاهرين أن هم يقومون بإنشاء انتخابات مبكرة أم موجه لأحزاب السلطة اللي هو يرافضها الشعب أصلا؟ أخي محمد المرجعية ما لها علاقة بالعراقيين، هاي تأخذ مصالح إيران فقط. المرجعية ما لها بلا دور، يعني دور بس الدمار والإرهاب والقتل ولاي. يعني المرجعية لو عندها ضمير، أنا ما أعترف بالمرجعية، كلها المرجعية ما تصرف في الفلس. طيب يعني لما قتلوا الناس، بس حمدني سيد محمد، لما قتلوا الناس بالغربية ودمروا وسلست بيوتهم وضيعوهم وبالخيم والأطفال قتلت أو تيتموا والنساء ترملت، يعني هذول ما حكوا بيها سابقا القديم، هسه اللي يحسون عدين يعني المن ينتخب؟ هم نفس الوجوه، نفس الوجوه الكالحة جابتها أمريكا وباتفاق مع إيران، فهي كلها يعني كل هاي مرجعية ما تمثل العراقيين أخي، تمثل إيران، تمثل اليهود، تمثل إسرائيل، هاي ما تمثل العراقيين. العراقيين الأصلاء ما يمشون ورا هيك يعني شلون سيناريوهات اللي يسووها على العراقيين. طيب. وما ينضحك عليها إلا اللي عقله تعبان. فهاي المرجعية وضحت الفكرة أبو حسن من بغداد، أنا أشكرك، وضحت الفكرة. معنا السيد أبو عبد الله من لندن، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. والله أخي محمد أنا عندي بعض النقاط بخصوص المرجعية. عندما المرجعية طبعا هو سبب كارثة ومصائب العراق في يوم الاجتياح الأمريكي الغزو الأمريكي. يعني هذا المرجعية يعني الشعب العراقي الآن وصلت إلى مرحلة، وصلت إلى الوعي ولله الحمد والشكر. يعني عندما هذاك اليوم المتتبع للأحداث السياسية، يعني كيف يعني عندما ناس يقول مرجعية، مثلا المرجعية في بداية الانتخابات يعني في 2003 يعني كانوا يقولون فقط صوت للقائمة الشيعية بقيادة الجعفري والحكيم والمالكي وهالجماعات، ثم يعني يأتي يعني مكتب المرجعية يقول المرجعية يقول لا تقولوا إخواننا السنة بل قولوا أنفسنا. طيب المرجعية لماذا هذه السنة يعني بين لماذا مثلا الآن الوقف السني 2% يعني عندما حتى لا نتوسع بالفكرة يعني يا أبو عبد الله أرجوك ابقى في الموضوع. رأيك إذا كنت تريد أن تعطي رأيك بالمرجعية، ما رأيك بخطبة اليوم؟ أنا حقيقة أنا ما شفت خطبة اليوم، لكن طيب باختصار هي قالت دعت إلى انتخابات أو إجراء انتخابات مبكرة، ونحن نسأل لماذا هذا الانتظار أكثر من شهرين وعشرين يوم الآن مضى على ثورة تشرين، والآن خرجت المرجعية رغم أن الصوت الأول في أول يوم في المظاهرات هو إسقاط النظام. هو أخي الكريم عندما نقول مرجعية فليخرج المرجعية يتحدث، مرجعية إيرانية صامدة لا أحد يسمع صوتها، يعني من أين يعني أي مرجعية هذا؟ يعني المرجعية هذه يعني المرجعية كانت تدعم الميليشيات التي تطش بالعراقيين، المرجعية التي يدعم الحكومة الذي الحكومة الفاسدة التي سرقت المليارات ودمر العراق ودمر الشعب العراقي، فأي مرجعية؟ فمرجعية يجب على الشعب العراقي أن المرجعية أن ترمى في سلة المهملات. الناس مع تحفظنا على هذا الكلام، احنا ننتقد أو المتصل ينتقد تصرفات فقط بلا تجاوز، رجاء تفضل أبو عبد الله. أخي أنا ليس تجاوز المرجعية، يعني الحكومات المتعاقبة طيب أليس جاءت بمباركة المرجعيات؟ المرجعية لماذا لا تأخذ بوسائل الإعلام سواء صوتية أو يصدر شريط صوتي أو مرئي حتى الناس يقيم من هذا المرجعية؟ فالشعب العراقي وصلت إلى مرحلة كل المصائب، يجب الذي يأتي إلى حكم العراق يجب أن يكون شخص يعني يكون يجب أن يكون وطنيا يعمل لخدمة مصلحة الشعب العراقي وليس لقتل العراقيين وسرقة خيراتهم ويرسل إلى إيران. هذه نقطة مهمة جدا. الشعب العراقي وعد، لابد أن الشعب العراقي أنا متأكد المتظاهرين لن يرجعوا حتى يعني المتظاهرين مطلبهم أن يكون هناك قائد يحكم العراق يعمل لمصلحة العراق وليس لمصلحة إيران. هل تعتقد أن
خروج المرجعية الآن بهذا التوقيت ربما لإظهار نفسها على أنها المنقذ للمشهد في العراق بعد أن سكتت طيلة هذه الفترة، والآن الناس يعني يريدون حلا، فخرجت هي ربما بصورة هذا الحل لسحب ربما أو التعاطف المتظاهرين أو ربما ركوب الموجة، سميها ما شئت. هل تعتقد أن خروجها بهذا التوقيت هو لرسم صورة أنها المنقذ للمشهد في العراق، خاصة وأن عبد المهدي استقال عندما أمرت المرجعية بذلك، يعني ليس عندما طلب الشعب ذلك؟ فهل تعتقد أن الأمور تراد أن توصل للمجتمع أنه الحل موجود بالعراق يم المرجعية بس؟ هل تعتقد أن هناك من يريد أن يوصل هذه الفكرة للعراقيين؟ لا لا لا، المرجعية طبعا مثل ما قلت أخي محمد، سبب دمار العراق هو بسبب هذه المرجعية المتخلفة، يعني الذين كانوا في الحكم يسرقون الأتاوات التي يرمى في القبور ويطلعون الناس على مدار السنة الأصميات، فهم مرجعية لهم ممثلين، يعني ثروات الشعب العراقي يسرق ويعطى لممثلين المرجعيات. فالمرجعية لا شك أنه مشارك في القتل والتدمير والخراب. طيب. أبو عبد الله من لندن، أنا أشكرك للمشاركة معنا. السيد أبو مريم من البصرة، أبو مريم تفضل. أبو مريم هل تسمعني؟ أبو مريم تسمعني؟ نعم تفضل يا أبو مريم، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا محمد؟ أهلا وسهلا حبيبي. نعم أسمعك. تفضل. والله مشاركتنا على الأوضاع وأسمعنا اللي قبلي، إحنا بالنسبة للمرجعية نعم وما شابه، هي كلهم شركاء بهذا الدمار، لأنه الساكت عن الحق شيطان أخرس. يعني أنا حتى بقية الدول اليوم طيب. ماكو صوت، يعني ماكو صوت، ماكو منقذ. قبل كم ليلة لو تسمح لي واحد خبرك اسمه معتصم من دائم القناة بعثية وكذا، وذكر من قلت ليش أنا قد عمري. نعم تذكر مو صحيح. إيه هذا أرجع أقول له اللي سموك على اسمه معتصم، ذاك المعتصم عنده غيره، مرة صاحت ومعتصمها بعمورية حش الجيش وراح له. نعم واحنا هنا بنات عراقيات ماجدات يفعل فيها التفاعيل وترمي بالشارع، وين الغيرة العراقية العربية؟ بس هسه الحمد لله البركة بهذا الشباب، هذا الجيل الواعي. نعم هذا الجيل الواعي ان شاء الله. او انا عندي شعار انا مسويه اقول الامهات واولاده، والحمد لله ولدت لنا هذا الجيل. هذا الجيل المشرف اللي يذكرني بجيل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه. نعم حمار هذول ترى، هاي صحابه فطاحل ترى حمارهم كله 17 20، ما بيهم واحد كبير. نعم فما لنا شغله احنا بالشايب، ومثل ما الأغلبية جاي يابا كافي خلي يفكونا عندنا ياخر بس المقابر. وأنا أشكر من اليزيديين اللي وقفوا هاي الوقفة والمسيح نعم اللي لقوا أعياد الميلاد. يعني طبعا أيضا نوجه كما تفضلت الشكر طبعا أيضا للطائفة المسيحية كما يتفضل السيد أبو مريم من البصرة. أيضا أوقفوا الاحتفال بأعياد السنة الميلادية وقرروا التضامن مع المتظاهرين في ساحات التظاهر، هذه نقطة مهمة طبعا للذكر. تفضل أبو مريم. الأمور واضحة، يعني أنا اللي يحز بنفسي بس أرجو أحيانا تقبل مني وتخلي صدرك رحب لي. تفضل. يعني مثلا احنا شنو ذنبنا ولو ترى تقول مو موضوعنا، لا انا قلت لك موضوعنا الكويت ساكته، الكويت طرف اساسي بعد ايران لدمار العراق، لا تزعل مني. ابو مريم مو هو باوع، لا يعني احنا نرجع ونقول انه طالما مو موضوعنا ما نريد نجر النقاش الى هكذا موضوع لسببين. السبب الاول انه
اولا ليس الموضوع طبعا، هذا هو ليس موضوع الحلقه، هذا السبب الرئيس. السبب الثاني، السبب الثاني لما خابر، لما خابرنا واحد قبل يوم او يومين، وايضا جرى الموضوع بطريقه او باخرى الى قضيه اخرى، صار يتصلون بي ناس وراء، صار يتصلون بي ناس وراء انساقوا على نفس الموضوع، فاحنا ما نريد هاي الطرح. اعتذر. نعم ابو مريم، انا اشكرك، كنت معنا، اشكرك كنت معنا من البصره، وضحت الفكره. طبعا من حق الجميع ان يطرحوا ما يشاؤون، هي وجهات نظر، ونحن هنا لا نقمع حريات بالطرح، لكن طالما ليس الموضوع هو موضوع الحلقه وليس هو موضوع النقاش، يفضل ان يعني يتم التحفظ على طرح هكذا مواضيع، من ضمنها طبعا اسباب انه قد تثير هذه المواضيع حفيظه كثير من المشاهدين الذين سيدخلون بالمقابل من اجل الرد على السيد ابو مريم، ويصبح الموضوع تقاذف لربما للاراء، وبالتالي يجر او تجر الحلقه او يجر البرنامج الى غير مكانه الصحيح. هذا امر غير مستحب لدينا. معنا علي من الاحواز، تفضل. علي. الو. علي حياك الله، تفضل. الو. اسمعك يا علي. السلام عليكم اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. الو. علي اذا تسمعني من التلفزيون نصي، واسمعني بس من التليفون. حياك الله استاذ محمد. تفضل يا علي. اولا عاش العراق، عاشت الثوار، عاشت العروبه. نعم. وعلى مود برنامج، على مود المرجعيه، المرجعيه قبل 16 سنه يعني كانت نايمه، واللي هسه طلعت اللي دافع تقول يعني انتخابات، وشفنا انتخابات اللي لازم تصير بكره. قبل 16 سنه هذا القتل والاغتيال اللي سببه الاحتلال، ما اطلق فتوى ضد الاحتلال. نعم. وكله سبب الدمار، دمار العراق. من هذول المرجعيه اللي كانت تستقبل السياسيين الحاليين الفاسدين. طيب. علي انا اشكرك يا علي. شكرا جزيلا، كنت معنا من الأحواز. طبعا فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل الواردة على الواتساب. رسالة من مهند كريم عبيد الدليمي من نيويورك يقول: تحية طيبة وطنية صادقة إلى قناة الرافدين البطلة، صوت الشعب العراقي الثائر. يرسل تحية لي، شكرا لك. يقول: كل المرشحين لرئاسة الوزراء هم إيرانيين أو تبعية إيرانية، وهي من سرقت أموال العراق منذ 16 عاما، قتل وإرهاب وتهجير وإجرام وحمام الدم مستمر. بالنسبة للمرشح فائق الشيخ علي، هو إيراني الأصل، اسمه فائق دعبول عبد الله، من عبد الله علي المرندي من أذربيجان الإيراني، أخوكم مهند كريم عبيد. طيب شكرا يا مهند. رسالة تقول: السلام عليكم، حياك الله وبارك الله بكم، صدقني يجي يوم يتغير كل شيء وينقلب الحال تماما، ونرد الصاع ألف صاع، هم وكل هاي الحثالة الموجودة من أحزاب ومرجعية وميليشيات، والصبر زاد قوت. بكر الواسطي، شكرا يا بكر. رسالة تقول: أليست هي نفس المرجعية من ساندت الغزو الأمريكي للعراق؟ محمد عارف من نيوزلندا، شكرا يا محمد. رسالة تقول: مساء الخير أخي محمد، إن شاء الله بأسهم بينهم، الله ينصر المتظاهرين ويرحم الشهداء، عافية عليكم المتظاهرين، إن شاء الله الله ينصركم. أم سعد من أربيل. رسالة تقول: يا أهل السنة انصروا إخوانكم الشيعة، والله إحنا إخوان وإيران الطائفية. الدعم موجود، موجود. رسالة تقول: السلام عليكم أستاذ محمد، المرجعية صار لها 15 سنة تتكلم بنفس المنهاج في الخطب، خطب الجمعة، القتل والخطف على الهوية سابقا، والانفلات الأمني صار لها سنين لم تحرك ساكن، فقط تناشد وتتمنى وتشجب. أصبحت المرجعية مكشوفة ولا أهالي إيران وللحكومة الفاسدة. تحياتي لكم أبو عمار. شكرا يا أبو عمار. رسالة تقول: أنا أم طيبة من الناصرية، نشكر قناة الرافدين على الصورة اللي تنقلها عن المظاهرات وكشف الحقيقة، وكشفت حقيقة المرجعية الإيرانية. شكرا يا أم طيبة. رسالة تقول: السلام عليكم، أحييك أخي محمد،
أحيي القناة على عشائر العراق أن تتحرك تجاه المنتفضين في محافظات الوسط والجنوب حتى يتحرر العراق من الفرس العجم أبو إبراهيم من بابل. رسالة تقول: سكت دهرا ونطق كفرا، هذه هي المرجعية التي قادت العراق إلى الحضيض. هل يعقل أن تبنى دولة متحضرة تبنى على أشخاص مشعوذين يقودون الشعب إلى التهلكة؟ أوهام من نيوزيلندا، شكرا يا أوهام. أريام من الأردن تقول: تحياتي لك أستاذ محمد، الله معكم وينصركم. شكرا يا أريام. ولدينا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم من خيره وفضله ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله في جهودكم الطيبة المباركة، استمروا والله يفتحها بوجوهكم. شكرا لك. رسالة تقول: مساء الخير، المرجعية هي سبب دمار العراق والشباب، رجال الدين مكانهم الجامع ولا علاقة لهم بالسياسة. رسالة تقول: استغربت كميات الإدانة التي صدرت من بعض النواب والسياسيين وقادة الأحزاب التي تدين جريمة ساحة الوثبة. أين كنتم نائمين عندما كانت جرائم ومجازر الميليشيات مستمرة ضد المتظاهرين منذ شهرين؟ ألم تخرج إنسانيتكم إلا اليوم؟ ألم تشعروا بغياب القانون والنظام عندما كانت ميليشياتكم العفنة تقتل الشباب والشابات وتخطفهم وتعذبهم؟ سبحان الذي فجر إنسانيتكم اليوم. أبو أوس من تركيا. رسالة تقول: تحية طيبة، السلام عليكم، تحية طيبة من حديث الأنبار، الله يحفظ المتظاهرين وينصرهم، وإن شاء الله نطرد كل إيراني من أرض الرافدين. لدينا رسالة أخرى تقول: حياكم الله أستاذ العزيز، المرجعية متعاطفة مع الحكومة بل مع إيران. طيب، لدينا رسالة أخرى أيضا، رسالة تقول: على الشعب العراقي أن يعلم أن المرجعية لا يمكنها أن تقدم حلا، لأنها هي أصل المشكلة باعتبارها جزء من مشروع الاحتلال الإيراني للعراق. وفي آخر الرسائل لدينا رسالة تقول: المرجعية هي صمام الأمان للعراق بأجمعه، وأتمنى كف هالكلام المحرض عيب. صمام الأمان، لماذا يكون صمام الأمان هو مرجع ديني؟ ألم يقل الشعب في المظاهرات أن المرجعية هي مرجعية الشعب؟ ألم يقل الشعب هذا الكلام؟ لماذا توجه الانتقاد وكلمة الناس الإجماع في الشارع العراقي يرفض أي تدخل، يرفض أي ركوب للموجة، يرفض حتى دور هذه المرجعية الذي كان سلبيا من وجهة نظرهم كثيرا؟ والآن وبعد مرور أكثر من شهرين ونصف، ألم تسأل نفسك أين كانت هذه المرجعية والشباب العراقي يقتل ويذبح؟ بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.